حنا دابا كنهضروا على هذا الاضراب هذا اللي ما عرفناش حنا علاش دايرينه. الناس جايه من البلدان، جايه بعيده باغيه تقضي شغلها، كاينين طلبه، كاينين الناس موظفين، كاينين الاشغال على الاشكال، والناس ما عارفه دابا فين تتجه، واش للطاكسيات، واش تمشي تبقى غير جالسه، لان حيت مشينا للطاكسي الطاكسي تيطلب واحد الروسيطه غاليه. انا جايه للمحطه بغيت نمشي لمكناس، ملي بغيت نمشي ما لقيتش فاش نركب، تفاجات قالوا لي دايرين الاضراب. حنا ما عرفناش هذا الاضراب، على الاقل يديروا اعلان، يديروا شي حاجه باش الناس تفهم. حنا دابا كاينين في المحطه ياك، جينا القار ديال طنجه وما كاينينش مع هذا الاضراب هادو، بنادم معذب فهمتيني. ودابا الا ما لقيناش الكارو وداك الشيء راه غادي نمشيو للتران ونقطعو تماك حسن. اللي خلينا نديرو هاد الاضراب هذا هو الملفات ديالنا المطلبيه اللي هي مش واضحه وباينه، والوزير الوسيع القطاع راه هو في العلم ديالو كل شيء. المطالب هي تجديد السباعي ديال 7 سنوات، والملفات العالقه لدى الوزاره الوصيه هما 25% من الكريم المتوقفه باحصائيات الاداره انهم جدوش طلبة استئناف في العمل فيها. وبالنسبه للزياده في المحروقات اللي كتعرف واحد الصعود اللي هو صاروخي، وما كاينش الدعم بالنسبه للمهنيين اللي كيمارسوا قطاع النقل الطرقي، ما بقاو كيصوروا والو بهذا المعنى هذه.